السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا، ألا وهي حب الشباب. هنتناول خلال الحلقة دي عن أول حاجة تعريف حب الشباب، وإيه هي العوامل اللي بتساعد في ظهور حب الشباب، وإزاي نقدر نعالج حب الشباب بأنواعه، وملاحظات مهمة عشان نقدر نعالج حب الشباب. ولو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا، يا ريت تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. هنبتدي أول حاجة بالتعريف بالمرض. حب الشباب ده بيعتبر مرض جلدي شائع جدا، وبيصيب الأشخاص في سن المراهقة والشباب، وبيحصل في الذكور والإناث. الإصابة بالمرض ده بتحصل في الوجه والصدر والظهر والكتف. بتتكون حبوب الشباب دي عند سن البلوغ، بحيث إن الغدد الجنسية بتبتدي إنها تفرز هرموناتها زي هرمون الأندروجين اللي بيزود نشاط الغدد الدهنية في الجلد، فبالتالي بتكون مليانة بإفرازات دهنية كتير، والإفرازات دي بتتجمع على السطح بتاع الجلد وتبتدي تكون لك حب الشباب. نيجي بقى للعوامل اللي بتساعد في ظهور حب الشباب. أول حاجة أثناء الطمس أو نزول الدورة الشهرية عند السيدات. تاني حاجة التعرض للضغوط النفسية لفترات طويلة. كمان في فترة الحمل ممكن يظهر حب شباب. رابع حاجة قلة الاهتمام بالنظافة العامة، وكمان استخدام مستحضرات تجميل أو المكياج في البنات، أو استخدام أدوية بتحتوي على هرمون الأندروجين أو الاستروجين زي أقراص مانع الحمل مثلا، أو تناول بعض الأطعمة اللي بتزود من دهنية البشرة وبالتالي بتعمل على ظهور حب الشباب زي الفول السوداني أو المكسرات أو الشوكولاتة أو الأطعمة الحارة أو الشطة. نيجي بقى ليه علاج حب الشباب. والله علاج حب الشباب بيختلف على حسب درجة الحالة، بمعنى إنه في علاج حب الشباب من الدرجة البسيطة، وعلاج لحب الشباب من الدرجة المتوسطة، وعلاج لحب الشباب من الدرجة الشديدة. هنبتدي أول حاجة بعلاج حب الشباب من الدرجة البسيطة، وده المريض مش بيكون عنده حبوب كتيرة قوي. ده بنديله أول حاجة صابونة لحب الشباب زي صابونة الناتري أو صابونة الفيتبار أو صابونة السينوبار أو صابونة النو أكني. المريض بيستخدم أي واحدة منهم وبيستخدمها صابونة للوجه صباحا ومساء. تاني حاجة بنديها للمريض وهي كريم أو لسيون مضاد حيوي، وده طبعا هنديه لو حب الشباب ده موجود معاه صديد. ده ممكن تديله حاجة من عائلة الكليندامايسين زي الكليندازول غسول أو جل أو الكليندازين جل، أو ممكن تديله حاجة تانية من عيلة الإريثروميسين زي الأكني بيوتيك لوسيون أو الأكني زنك لوسيون، وده بياخد أي صنف منهم وبيستخدمه دهان على الوجه صباحا ومساء، وبعد كده بيبتدي إن هو يغسل وشه. خلي بالك إن المريض ده على الأقل لازم يستنى ساعة بين استخدام الصابون واستخدام الكريم. تالت حاجة هنديها للمريض ده وهو دهان لعلاج حب الشباب زي مادة التريتينوم بتركيز 25 من 1000%، ودي بتكون موجودة في الأكريتين جل أو الأكني فري جل أو الريتين إيه جل. لو التركيز ده كان تأثيره ضعيف أو مش ليه تأثير قوي، بتستخدم التركيز الأعلى منه اللي بيكون 5 من 100%، وده بيكون استخدامه دهان مرة واحدة مساء قبل النوم، وبتسيبه على الجلد لمدة 10 دقايق إلى نص ساعة. أو ممكن تديله مادة تانية زي مادة الأدابالين، ودي بتكون موجودة في الأدابالين جل، وميزة الجل ده إن المريض ممكن يستمر عليه لفترات طويلة، وبيستخدمه دهان للوجه مرة واحدة قبل النوم لمدة نص ساعة، وبعد كده بيغسل وشه بالمية. آخر حاجة بنديها للمريض ده هي أقراص بتحتوي على مادة الزنك، ودي بتساعد جدا في العلاج زي الأوكتوزينك كبسولات أو المونوزينك كبسول أو الفيتازينك كبسول، أي واحد منهم هيكون كويس، وبتستخدمه كبسولة مرة واحدة يوميا. وهتلاقينا تحت كاتبين المواد الفعالة في صندوق الوصف عشان الناس اللي بتحتاجها مننا أو بتطلبها مننا في الكومنتات. نيجي بقى لعلاج حب الشباب من الدرجة المتوسطة. بندي المريض نفس العلاج اللي اديناه لحب الشباب من الدرجة البسيطة، بس بنزود عليه حاجة كمان، ألا وهي أقراص مضاد حيوي بتحتوي على مادة الدوكسيسايكلين زي الفيبرامايسين 100 ملي جرام أو الدوكسيمايسين 100 ملي جرام أو الدوكسي ام ار، ودي بتستخدم كبسولتين مع بعض أول يوم، وبعد كده بتستخدم كبسولة مرة واحدة يوميا بعد الغداء لمدة 6 شهور. طبعا الدواء ده ممنوع على الحوامل والمرضعات، وكمان ممنوع على الأطفال. نيجي بقى لاخر حاجه في العلاج وهي علاج حب الشباب من الدرجه الشديده. في الحاله دي لازم المريض ان هو يروح لاخصائي جلديه علشان يقدر يتعامل مع الحاله دي، لانه بيوصف ليه ادويه مش ينفع تستخدم الا بامر الطبيب، وكمان عشان يقدر يستبعد وجود تكيس في المبايض عند السيدات. اخر حاجه نتكلم عليها النهارده وهي ملاحظات مهمه جدا لعلاج حب الشباب. اول حاجه لازم تقول للمريض انه يغسل الوجه او المكان المصاب بميه دافيه قبل ما يستخدم الصابون والكريم، لان ده بيساعد في تفتيح مسام الجلد وبيضمن تأثير أفضل للدواء. تاني حاجة بتقولها له إن هو ممنوع على المريض إنه يتعرض لأشعة الشمس بعد استخدام دهان لعلاج حب الشباب، لأن معظم الدهانات دي لو تعرضت للشمس بتسبب تهيج أو احمرار في البشرة. تالت حاجة التقليل من استخدام المكياج ومستحضرات التجميل على الوجه بالنسبة للإناث.
وكمان لازم تقلل من الأطعمة الحارة أو الشطة، وكمان تقلل من الشوكولاتة والفول السوداني والمكسرات. ولازم تقول للمريض إن هو يغسل الفرش بتاع السرير أو يغيره بانتظام كل فترة، لأن عدم تغيير الفرش ده بيساعد في انتشار حب الشباب. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك، لأن دي حاجة بتشجعنا دايما. وكمان يا ريت تعمل شير للفيديو ده عشان الناس تانية تقدر تستفاد منه. ولو لسه مش اشتركت في القناة يا ريت تشترك عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.